بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جزاك الله خير، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. وقد ذكرنا في لقائين سابقين حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث عمر ابن الخطاب وهو حديث جبريل عليه السلام. وبعده يذكر حديثا لأبي هريرة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصلوات الخمس في محو الخطايا. يقول: أرأيتم، وهذا يستفاد منه ضرب المثال في التعليم لتيسير الفهم وتقريب المعلومة وترسيخها في القلب. ضرب المثال في التعليم لتيسير الفهم وتقريب المعلومة وترسيخها في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل المعنى إلى الصحابة، وأن الصلوات الخمس سبب لمحو السيئات، وهذا أمر معنوي. يعني أمر معنوي؟ يعني الإنسان ربما لا يرى الصلوات وهي تمحو الخطايا ويمحو الله بها الخطايا، هذا أمر معنوي غير مشاهد. فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا الأمر إلى القلوب وأن يرسخ المعلومة في نفوسهم، فلذا يضرب مثلا محسوسا للدلالة على ذلك. فيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. نهر أمام باب البيت، إذا خرج الإنسان من بيته اغتسل في هذا النهر خمس مرات في كل يوم، اغتسال خمس مرات، هل يبقي على الإنسان شيئا من الوسخ والدرن؟ كلا، بل اغتسال واحد في اليوم يكفي. فكيف إذا كان اغتسالا، كيف إذا كان الاغتسال خمس مرات؟ فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس تكفير ومحو للسيئات والذنوب والخطايا. وتأملوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم: بباب أحدكم. ما فائدة ذكر بباب أحدكم؟ لماذا لم يقل: أرأيتم لو أن نهرا يغتسل فيه العبد كل يوم خمس مرات؟ لماذا قال بباب أحدكم؟ هذه فيها إشارة إلى قرب المغفرة وسهولة تناولها من العبد. المغفرة ليست عسيرة وليست بعيدة، لكن الكثيرين وخصوصا الشباب يرون أن الذنب هو السهل اليسير، يرون الذنب سهلا ميسورا، فإذا حدثتهم عن المغفرة وعن التوبة ربما رأوها صعبة عسيرة، وهذا ليس بصحيح. فالإنسان خلق خطاء، كل بني آدم خطاء، هذه طبيعة خلقنا الله عز وجل عليها. ثم هو سبحانه من رحمته بنا لم يتركنا والذنب نتألم ونتحسر على اقترافه وعلى فعله، وإنما دلنا على وسائل تكفيره ومحوه وإزالته، وهذه الوسائل قريبة وسهلة التناول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فيقول: بباب أحدكم، ففيه إشارة إلى سهولة وقرب تناوله. فالمغفرة قريبة من العبد وبين يديه، ولكن عليه أن يفعل، أن يبذل السبب، أن يأخذ هو بالوسيلة. أتعجب للإنسان الذي لا يصلي، أتعجب للإنسان الذي لا يتوضأ، أتعجب من هذا الإنسان الذي لا يطيع، ثم هو يقول لك: أنا تعيس، يقول لك: أشعر بضيق، أشعر بألم، أشعر بك. أنت السبب، لأنك تسير
عكس الكون كله، تسير ضد التيار، الكل يسير في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، الكل خاضع، الكل مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، أنت فقط الذي تسير ضد التيار، تسبح ضد التيار، فلابد أن تشعر بصعوبة، لابد أن تجد الهم والضيق والكرب والنكد والتعاسة، حتى ولو كان عندك من المال الملايين، حتى ولو وصل الإنسان إلى ما يريد من الشهوات، فالأجانب والغرب وصلوا إلى ما لا يتصور من الشهوات، ومع ذلك ما شعروا بالسعادة، وإنما هم يتقلبون في التعاسة ويتألمون أشد الألم، ولذا يحاولون إذهاب هذا الألم بالخمور، فلا تجدهم إلا مخمورين، يحاولون إذهاب هذا الألم بالمخدرات، فدوما تجد هذه حالهم وهذه شأنهم، لأنهم لا يتحملون الألم النفسي، لا يتحملون صراخ القلب الذي يريد الطاعة ويريد العبادة، وهم لا يعرفوها ولا يحاولون التعرف عليها ولا يسلكون طريقها. فإذا كان الإنسان خطأ مذنبا عاصيا فالمغفرة سهلة والتوبة سهلة ميسورة، لا عليك إلا أن تأخذ بالسبب، أن تتوضأ، أن تصلي، أن تصلي ركعتين وتستغفر فتغفر يغفر لك الذنب، أن تقوم بالليل وتصلي ركعتين، أن تتوب توبة نصوحة، فالأمر يسير وقريب، والله عز وجل غفور رحيم يغفر الذنب سبحانه وتعالى ولو كان عظيما. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، وتشبيه الصلاة بالنهر بجامع التنظيف بينهما، فالأول طهرة من الأدناس والأقذار الحسية، والصلاة طهرة من الذنوب والمعاصي والأقذار المعنوية. تشبيه الصلاة بالنهر بجامع التنظيف بينهما، أقول لك مثلا أنت كالقمر، اللي جمعت بينك وبين القمر يبقى إيه السبب؟ في إيه يجمع بينكم؟ الجمال، ما ينفعش يكون واحد دميم أقول له وشك ولا القمر، أخذ بالك الناس هتستنكر، يبقى لازم يبقى في حاجة تجمع بين الاثنين اللي أنا بجمعهم في صفة واحدة أو في شيء واحد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الصلاة زي النهر، النهر بيعمل في الجسد ينظفه من الأقذار المحسوسة، والصلاة تعمل إيه في القلب، تعمل إيه في الإنسان، تنظفه أيضا ولكن من الإيه الأقذار المعنوية. تشبيه الصلاة بالنهر بجامع التنظيف بينهما، فالأولى اللي هي الصلاة طهرة من الذنوب والمعاصي، دي الحاجات المعنوية، والثاني طهرة من الأدناس والأقذار الحسية. أضف إلى ذلك أن للصلاة أيضا نصيب من الطهارة الحسية، لأن الإنسان يتوضأ يتنظف أيضا من الأقذار الحسية، بل عافية وشفاء. العلماء الآن يعقدون مؤتمرات، أنا عايزك تتخيل معايا كلمة مؤتمرات، فعلا مؤتمر للكلام عن طهارة اليدين، يعني عاملين مؤتمر ضخم جدا عشان ازاي ننظف ايدينا. ليه؟ قالوا لأن على اليدين ملايين الجراثيم والميكروبات، ملايين، يعني انت لو ايدك اتحطت تحت ميكروسكوب او مجهر وبصيت هتتفاجع، كل دي جراثيم وكل دي ميكروبات ماشية على ايدي، هتخاف تسلم على حد، هتخاف تاكل بيها، حتى كان بعضهم من الوسوسة ربما يغسل الصابون بالصابون، يعني خايف يغسل بالصابون لا يكون واحد قبليه مسك الصابون فيروح غسل صابونة بالصابونة، وبعد كده ايه أخذ بالك يريد أن يطول عمره، يخاف أن يموت بسبب انتقال الجراثيم والميكروبات إليه. والبعض الآخر يمسك المقابض بالمناديل، باب الأوضة باب الحمام لازم منديل، مواضيع كبيرة أوي. أما عندنا في الإسلام فالأمر قريب، العلماء يذكرون في الإعجاز النبوي أو إعجاز السنة النبوية أن غسل اليدين في الوضوء كسح لملايين الميكروبات الموجودة على اليدين، ما تيجي تعمل يديك كده بس تغسل يديك في بعضها ملايين الميكروبات تتساقط، ولا محتاج ديتول ولا محتاج صابونة مش عارف ايه، كل الكلام ده عندنا في الوضوء حله بفضل الله تعالى. فالوضوء يجمع بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية كذلك. وتشبيه الذنوب بالدرن، يقول يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه؟ الدرن اللي هو الايه؟ الدرن، انتوا النهاردة قاعدين مش هتتكلموا؟ ها الدرن مرض؟ لا مش ده، ايه الاوساخ، القذر والوسخ، القذر والوسخ. ولذا عندنا في كتاب الزكاة نجد الإشارة إلى عدم إخراج الدرنة، الدرنة خلي بالك من التشكيل عشان هتلاقيها في كتاب الزكاة وتقول يعني ايه الدرنة، يعني ايه
بفتح الدال وتشديدها وكسر الراء، الدرنة أي الجرباء، الدرنة الجرباء. فكذلك الدرن القذر والوسخ، القذارة اللي بتبقى على جسم الإنسان، بيشتغل في ورشة، بيشتغل في محل، بيشتغل طول ما هو ماشي وقاعد وكده، جسمه يمتلئ بالإيه؟ الأوسخ والقذر ونحو ذلك. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بالإيه؟ بهذه الأوساخ، وفعلا الذنوب كالأوساخ، وهي أوساخ بالفعل، وهي قاذورات. ولذا في الحديث من أصاب من هذه القاذورات شيئا، عرفنا في الحدود، من أصاب من هذه القاذورات، إيه القاذورات؟ ليه؟ المعاصي والذنوب. فكذلك الذنب، فالنظر الحرام قذر، والغيبة قذر، والرشوة قذر، والغش قذر. وإذا تفكر الإنسان في هذا المعنى صارت بينه وبينها حاجز نفسي، صار بينه وبين الذنب حاجز نفسي، لأنها قذارة، والإنسان بيحب القذارة. وهذا تشعر به ربما بعد مواسم الطاعة، لما تكون مثلا في عمرة أو في حج فتعود، أول ما تطلع من مكة وتبدأ تخالط الناس، أو على الأقل لما توصل للمطار تبدأ تلاقي الناس المتبرجات وبتاع، تحس بإيه؟ بشمئزاز كده، ايه وفي ناس عايشه كده، في ناس كده بالصوره دي. لما تبقى في اعتكاف وتطلع اول ما تحط رجلك بره الاعتكاف تحس بايه؟ انتوا حسيتوه لكن كان واحد عايش في بستان وهيطلع من البستان يتحط في صندوق زباله، بتحس صعب، بتحس بالايه؟ فعلا ده سب دين، وده بيشرب سجاير، وده بيصليش، وده بيعمل الى اخره. فبتقل احنا كنا فين وبقينا فين. فكذلك الامر بالنسبه لسائر المعاصي، لكن للاسف كثرة الإحساس تضعف الإيه؟ المساس أو المساس. يعني الإنسان مع إيه؟ عشان الاختلاط بتاعنا كتير جدا بالذنوب والمعاصي، والله المستعان ربنا يتوب علينا، فكتير مننا ما يحسش بأنها قذر فعلا. الشيخ أبو إسحاق لما راح زيارة الأمريكا فبيقوله هو ماشي كان كل شوية وجهه ينقبض، منين؟ من المناظر اللي بيشوف واللي ماشيين جنبه عادي، فبيكلموه بعد كده بيقولوا إحنا كنا كده أول ما جينا، لكن مع الوقت إيه؟ اتعودنا. خدت بالك؟ فهو ده الخطر، ان الانسان يألف المعصية فما يتألمش، وده ده دليل على ضعف الايمان، لان القلب الحي تؤلمه جراحات الايه؟ الذنوب والمعاصي. اما القلب المريض فيبقى احنا زي بعض، انا ما هتألم من ايه؟ ما هو انا زيه وهو زي، واحنا في الهوى سوا زي بيقولوا. فالانسان يفتش عن ايمانه وارتفاع ايمانه وقوة ايمانه بتألمه بفقد الطاعة وتألمه بفعل المعصية. لو في ألم يعرف ان في حرارة ايمان، في قوة ايمان. ما فيش ألم، صحي راح الفجر عليه ما حصلش حاجة، واخد بالك، ضاعت عليه صلاة الجماعة ما حصلش حاجة، قام حتى الصبح ما صلاش قيام ليل عادي ما فيش حاجة حصلت، فطر ما صامش مثلا عادي ما فيش أي. فالأمر محتاج لمراجعة، وإلا فالإنسان الذي يضيع عليه الورد من العبادة فيجد لذلك ألما، هذا دليل على وجود الحياة والقوة في الإيمان في القلب. فالمعاصي من الأقذار ومن القاذورات من الأوساخ، وبالتالي الإنسان إذا تفكر في هذا المعنى الحسي تجده يأنفها وتجده يبتعد عنها ولا يحب مواقعتها. تشبيه الذنوب بالدرن وأنها تشين العبد وتسوءه في الدنيا والآخرة، عشان كده سميت السيئة سيئة، لأنها تسوء الإنسان. السيئة لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه والعياذ بالله، وبغض في قلوب الخلق، وضيق في الرزق. السيئة لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. والحسنة عكسها، فالسيئة لأنها تسوء الإنسان سميت سيئة والعياذ بالله تعالى. ثم نقول من الفوائد أيضا، من رحمة الله بعباده أن شرع لهم أسبابا لتكفير السيئات. من رحمة الله بعباده أن شرع لهم أسبابا لتكفير السيئات حتى يلقى العبد ربه طاهرا. لأن الإنسان لو كان الذنوب اللي بيعملها بتتراكم هتلقى الله بقد ايه؟ انتوا متخيلين معايا لو الانسان كل ذنب بيعمله بيحتفظ بيه بيحتفظ بيحتفظ بيه هنلقى الله بقد ايه ذنوب؟ سبحان الله. هذا نضرب له مثلا بان الانسان كلما عصى القى حجرا في بيته، كل ما تعمل ذنب ارمي طوبه في بيتك، ايه اللي هيحصل؟ مش هتلاقي مكان تعيش فيه، البيت هي ايه؟
هيتملى حجارة، هيتملى طوب، وهذا الأمر لكن كثيرون لا يشعرون والله المستعان. لكن من رحمة الله بالعباد أن شرع لهم وسائل التكفير، تكفير السيئات والذنوب والمعاصي، فمن رحمة الله بعباده أن شرع لهم أسبابا لتكفير السيئات كي يلقى العبد ربه طاهرا مطهرا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يبقى تكرر وسائل المغفرة، ليست صلاة واحدة في اليوم وإنما 5 صلوات بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طب عندما تسمع هذا الحديث يمحو الله بهن الخطايا وقوله هل يبقى من درنه شيء، تفهم منه أن ده تكفير لكل الذنوب ولا لبعض الذنوب؟ هنا الحديث ده تفهم منه الكل ولا الجزء؟ الكل صح، لأنه قال هل يبقى من درنه شيء، يعني كأنه لا إيه؟ لا يبقى من درنه شيء. وقوله يمحو الله بهن الإيه؟ الخطايا بهذا التعميم. ولذا فهم من هذا الحديث بعض العلماء أن الصلوات تكفير للكبائر والصغائر، الصلوات 5 تكفير للصغائر والإيه؟ والكبائر، وهذا ليس بصحيح. وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الترغيب والترهيب في الهامش، ولكن هذا الترجيح من الشيخ خلاف ما عليه السلف، وهذا فعلا ما يبين فعلا أن أصحاب المنهج السلفي لا يقدسون الأشخاص، وإن كان الشخص هذا شيخا كبيرا له أثر وفضل على العلماء، لكن لو خالف فهم يبينون أنه خالف، وإن كانت المسألة يعني الأمر ليس بالكبير، ولكن فعلا هذا الحديث وإن كان يفهم منه أن الصلوات تكفر الصغائر والكبائر، لكن هو مخصوص بأحاديث أخرى، يعني هذا الحديث يظهر منه أن الصلاة تكفر الصغائر والكبائر، الذي بعده يخصه، وهو حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والحديث الذي الأحاديث الآتية أيضا فيها تخصيص أيضا وبيان أن هذا خاص بالصغائر فحسب كما سيأتي إن شاء الله. الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، هذا تكفير يومي وتطهير يومي، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة تطهير أسبوعي، وهناك التطهير السنوي وهناك التطهير العمري. التطهير السنوي في قوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان، والتطهير العمري والعمرة إلى العمرة. فانظر لرحمة الله عز وجل بنا، هناك وسائل لتكفير الذنوب كل يوم، وهناك وسائل لتكفير الذنوب كل أسبوع، وهناك وسائل لتكفير الذنوب كل سنة شهر رمضان، وهناك وسائل لتكفير الذنوب كل أو خلال العمر العمرة إلى العمرة. وهذا يفيدنا فائدة وهي تعدد المكفرات وأسباب محو السيئات، فهناك اليومية وهناك الأسبوعية وهناك السنوية وهناك العمرية، ورحمة الله واسعة وفضله عظيم، وذلك لأن الإنسان يكثر منه أو تكثر منه السيئات أو يقع ربما يقع كثيرا في السيئات وفي المعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، استدل العلماء بذلك على أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، تفهم إيه كفارة ما لم تغش الكبائر عكسها إيه؟ إن لو غشيت الكبائر لم تكفر الصغائر، وهذا صحيح. شرط دي بقى الفايدة، شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، شرط تكفير الصغائر ها ما تسرحش، شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، يعني إذن الإنسان الذي لا يجتنب الكبائر لا تكفر له الايه الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تغش الكبائر، يعني كأنه قال إذا غشيت الكبائر لم تكفر للإنسان الصغائر. طب لماذا؟ لأن الكبائر لا تكفر ولا تغفر إلا بالتوبة، يبقى نقول اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، 3 الكبائر لا تغفر ولا تكفر إلا بالتوبة، ونحن نعلم أن من شروط التوبة الإيه؟
الإقلاع عن الذنب عن المعصية، ثم الندم، ثم العزم على عدم العودة، ثم رد الحقوق لأصحابها إن كانت هناك حقوق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل. هنا ده نسميه إيه برضو تاني؟ نسميه ضرب المثل تاني هو: أرأيتم لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله، يعني المحل اللي بيعمل إيه؟ اللي بيعمل فيه، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه، يعني كأنه ينكر صلى الله عليه وسلم أن يبقى وينفي أن يبقى شيء من الدرن والوسخ. قال: فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم ضرب لذلك مثلا عمليا لتقريب المعلومة إلى الفهم وإلى الأذهان، فقال: أرأيتم أو أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، أن يذهب لمحل عمله يعمل المدة التي يعملها، ثم إذا انتهى من العمل يعود إلى البيت. بين محل العمل وبين البيت كم؟ خمسة أنهار. ينزل ينغمس في النهر الأول فيزيل جزءا وشيئا من من القذر، ثم ينغمس في النهر خليكم معاي في النهر الثاني فيزيل جزءا آخر ويزيد العبد نظافة، ثم ينغمس في النهر الثالث، ثم الرابع، ثم تخيل واحد استحم خمس مرات ماذا يبقى على جسده؟ ودي انت حتى تخيلها في البيت، الواحد مثلا لو اغتسل الصبح وبعد ساعتين ثلاثة اغتسل هيقولوا له: انت مش لسه كنت في الحمام؟ ما دي مرتين، ما بالك بقى لو خمس مرات في اليوم. انا عايز اوصل لك عايز أوصل لك أثر فعلا الصلوات في تطهير العبد من الذنوب والخطايا، عشان نوصل لنقطة مهمة جدا. الناس اللي ما بتصليش حالها كحال إنسان خسر طهارة أو استحمام خمس مرات. أنت معايا ولا نايم؟ طهارة أو استحمام خمس مرات يبقى على جسمه درن بس. بدنا نشوف بقى بالكيلو ده ولا بال ممكن ممكن بعض الناس مثلا يهمل مثلا يستحمى يوم اتنين اسبوع، بعض الشباب ينسى يغسل دماغه لحد ما راسه تدود مثلا. ايوه حصل، بعض الشباب تلاقي راسه طلع فيها دود هو مع نفسه كده مش فتخيل بقى انسان ما بيصليش بقاله 50 سنة ولا 40 سنة، يبقى جسمه حصل فيه قلبه بقى لونه بسبب تراكم الذنوب عليه. عشان نعرف نعمة ربنا علينا اللي احنا بنصلي ونقول الحمد لله اللي احنا بنصلي. هل انت تخيلت نفسك كده ما تتوضاش اسبوع؟ انتوا معايا يا جماعة ولا ما تخيلوا؟ تخيلت كده لو انت ما توضتش اسبوع ما تجيش خالص، انت ساعات تحس يوم ما تقدرش، فما بالك بقى اللي بقاله شهر واثنين وسنة وسنتين لا يتوضأ ولا يصلي. الحمد لله على نعمة الهداية. فالصلوات كخمسة أنهار، صلوات الخمس كخمسة أنهار يغتسل فيها الإنسان فلا يبقى من ذنبه ودرنه وقذره شيء برحمة الله سبحانه. يقول: فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبله. قوله صلى الله عليه وسلم: فدعا واستغفر. نقف مع كلمة واستغفر دي، لأن الإنسان ربما ينسى أن يستغفر في الصلاة، ولذا نجد بين السجدتين دعاء وهو: رب اغفر لي، رب اغفر لي. والعلماء اختلفوا في هذا الدعاء في حكم، منهم من قال هو واجب ومنهم من قال هو مستحب. أنت سجدت السجدة الأولى قمت بتعمل يا سرحان؟ قمت بتعمل لما تسجد السجدة الأولى بتقوم تعمل بتقوم تجلس، مش في جلسة بين السجدتين؟ ولا أنتوا بتصلوا بسجدة واحدة؟
مش عارف مالكوا النهار بتقوم السجدة الأولى تقعد صح؟ الجلسة دي بتقول فيها إيه؟ ما بقولش ناس كتير بتقول لا السنة اللي أنت تقول فيها إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين وفي رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني، لكن على الأقل يا عم أنت على الأقل تقول إيه بين السجدتين؟ في قول إنها واجبة، تعرف يعني إيه واجبة؟ يعني لو تركتها عمدا تبقى بطلة الصلاة، لو تركتها سهوا يبقى تجيب سجدتين سهوا. ماشي؟ فالأمر يعني الإنسان أنه يجتهد أنه يتعود على هذا الدعاء ولا يتركه حتى يطبق هذا الحديث، لأنه قال كلما عمل خطيئة فدعا وإيه؟ فدعا واستغفر. فلذلك عليه أن يقول في الصلاة على الأقل بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مثل الصلوات الخمس يعني في إيه؟ في إيه؟ في محو السيئات، في تكفير الذنوب والخطايا. مثل الصلوات الخمس في تكفير الذنوب والخطايا كمثل نهر جار غمر. شو بقى الصفتين دول؟ كمثل نهر جار، كلمة جاري دي تفيد ايه؟ متجدد، ان تجديد الايه؟ تجدد الماء، يبقى ابلغ في الايه؟ في النظافة، تجدد الماء يكون ابلغ في النظافة، فكذلك الصلوات. طيب غمر يعني ها؟ كثير الماء، غمر يعني كثير الماء، فكذلك أيضا هذا يبين أن الصلاة تغمر العبد بتكفير سيئاته وذنوبه، يعني الصغائر، وإذا اجتنبت الكبائر. على باب أحدكم كما ذكرنا فيه تيسير أسباب المغفرة، تيسير أسباب المغفرة، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. أنا عايز أقف لحد هنا بقى عشان الأذى اللي احنا فيه ده، أنا كنت عايز أطول أكتر بس معلش يعني سامحونا النهاردة نكتفي على هذا القدر ونستكمل بعد العيد إن شاء الله، لأن الخميس الجاي هيبقى عرفات صح؟ والمسنون المسنون للعبد في هذا اليوم أن يكون في أقصى درجات التضرع والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن يوم عرفة أكثر الأيام عتقا من النار، يوم عرفة أكثر يوم يكون فيه عتق من النار، فليتنا نغتنم أو نحسن استغلال، ركز بقى عشان الكلام مهم، ليتنا نحسن استغلال هذا اليوم أولا بالصيام، لأن صيامه تكفير للذنوب كام؟ سنتين، يعني لا تضيع من هذا اليوم ولو دقيقة واحدة، دقيقة الواحدة ممكن تكون فرصة للمغفرة. ثانيا أن يتشوق الإنسان أن يكون مع المعرفين، يعني الحجاج الذين هم على عرفات، لأن الإنسان إذا فاتته الطاعة فتحسر لفقدها لعله يكون من أهلها كما ذكرنا في درس أمس. ثالثا الإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي هو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. رابعا الاجتهاد في العبادة بكافة صورها، تجتهد في تلاوة القرآن، تجتهد في الاستغفار والدعاء، تجتهد في الصدقات وإطعام الطعام لو استطعت أن تجهز إفطارا للمسلمين وللفقراء في هذا اليوم ولو على صورة وجبات، جهز وجبتين، جهز خمس وجبات، جهز خمسين وجبة، كل بحسب استطاعته، وتدور على الفقراء والصالحين منهم خصوصا وتطعمهم في هذا اليوم، فلعلك تحصل على ثواب صيامهم، بدل ما يكفر لك سنتين يبقى لو أطعمت واحد يبقى بكام؟ عشان انتم مش معايا انا عارف بس هتكلم برضو، يبقى لو أطعمت واحد فطرت واحد في يوم عرفة يبقى خدت ايه؟ سنتين كمان، لو اتنين لو اربعة وهكذا، فالأمر مش عسير ولو شيء يسير، يعني لا يلزم ان تطعمه لحما يعني ولو شيئا يسيرا، لكن تحصل ثواب هذه العبادة العظيمة، الإحسان إلى الناس وحسن الخلق مع الناس، صلة الأرحام، وخصوصا الساعة الأخيرة من يوم عرفة التي هي أفضل الساعات في هذا اليوم، فيرانا الله عز وجل في غاية التضرع والانكسار والخضوع له سبحانه، والبكاء لا مانع، ولو أراد الإنسان أن يجلس في المسجد لا مانع، ولكن لا يشرع جمع الناس على اعتكاف كما يفعل البعض، لكن من أراد أن يجلس ويحفظ جوارحه من المعاصي فلا مانع، ولكن لا نضيع شيئا من هذا اليوم العظيم في غير الطاعة، لأنه من أعظم الأيام عند الله يومان، يوم
عرفة ويوم أو ثلاثة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر اللي هو اليوم 11، يوم 9 ويوم 10 اللي هو يوم النحر، ويوم 11 اللي هو القرار في منى. هذه الأيام من أعظم وأفضل الأيام عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.